السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جينش هو نظام إدارة عملاء تحليلي قائم على الذكاء الاصطناعي، ومصمم للمقاولين المتخصصين بحيث إن هو يقدر يعرف أي مشروع اللي ممكن يكسب منه قبل ما يقعد يستثمر فيه وقت وجهد. أنت مجرد بتستلم اللوح وتديله الملفات ويبدأ يقول لك المشروع ده هو كسبان أو خسران. عنده نظام اسمه CRM، ويبدأ إن هو تديله الملفات ويبدا ان هو يدرسهولك ويقول لك ان واحد فيهم اللي ممكن يكون فيه مكسب، او يبدا ياخد الملفات ويبدا يدرسها ويعمل اناليتيك ويبدا يشوف التكلفه هتبقى قد ايه، ويعمل لك تيك اوف وتسعير للحاجات ماتيريال برايس، ومن خلال كده يبدا يديك التقرير النهائي البروبوزال ويقول لك اذا كان في ربح او المشروع ده خسران بلاش منه احسن. تمام. يقدر برضو يساعدك في البايبلاين اوفر فيو والتيم مانجمنت، بحيث ان هو يقدر يسعر المشروع. ان شاء الله هحاول اجربه في مشروع كده واقول لكم النتيجه اذا كان فعلا عملي ولا مش بالجوده المطلوبه اللي انا متخيلها.